أحسن الله إليكم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة وعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا حديث عمر أيضا بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني هيئة نظيفة جميلة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. لماذا قصد هذا؟ لأنه ما يأتي بعدها قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، يعني أمر غريب، أمر غريب. إذ لو كان مسافرا لما كان شديد بياض الثياب ولا كان شديد سواد الشعر، ولو كان من أهل المدينة كنا عرفناه، لكن اجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة وهي أمور غريبة: شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، دل على أن الجميع كان ينظر له نظرة استغراب، ليس عمر فقط، لأنه قال: لا يعرفه منا أحد. لعلهم أيضا تحدثوا بينهم: من هذا الرجل؟ مع أن جبريل عليه السلام كان كثيرا ما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية ابن خليفة، لكن هنا ما جاء على صورة دحية، لأنه لو كان على صورة دحية كان يقول إيش؟ فجاء دحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى النبي، لكن ما قال دحية، قال رجل، فدل على أنه لم يتمثل بصورته دحية، وما يدل على أن الملائكة يتشكلون ولا يتشكلون إلا بالصور الجميلة كصور البشر، لكن لا يتصور ملك يتصور بصورة حيوان كلب أو قط أو غير ذلك أبدا، لكن هذا الشياطين، الشياطين هي تتشكل بصور الكلاب والحيات وغير ذلك والقطط، أما الملائكة فلا تتشكل بالأشكال الحسنة فقط. نعم. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جعل ركبتيه مقابل ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، جلسة التشهد هذه أو ما بين السجدتين هذه الجلسة، ولكن أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لمس ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووضع كفيه على فخذيه، تحتمل على فخذيه، على فخذيه هو فيكون جلس هكذا، أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محتمل وهذا محتمل، لكن جاءت الرواية الصحيحة ووضع كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، والركبة ملاصقة للفخذ، فإذا وضعها على ركبتي النبي إذن وضع على فخذيه، لأن الركبة والفخذ واحد، من لمس يعني الركبة خاصة إذا وضع الكفة كلها وأصاب الركبة إذن سيصيب الفخذ، فإذا قال هذا وضع يديه على ركبتيه وضع هذا ركبتيه كلاهما صواب. نعم. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الفخذ ليس بعورة، إذ لو كان عورة ما كان له أن يضع كفيه على فخذي
النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم إنما هذا إذا كان أول الفخذ الذي هو قريب من الركبة وليس أعلى الفخذ الذي يكون قريب من الورك، وإنما قالوا أول الفخذ نعم، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، هو التفريق بين أعلى الفخذ وأسفل الفخذ. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، ولم يقل يا رسول الله لكي يغبي عليهم، لأنه لو قال يا رسول الله قال هذا يقول يا رسول الله يعرفه يعني جيدا، لكن حتى يظن الناس أن هذا ليس من أهل المدينة ورجل من الأعراب. لكن مشكلتهم ماذا؟ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لو كان عربيا جاء من البادية ما يكون كذلك. المهم أنه قال له يا محمد، وهذا ليس من باب التنزيل من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من باب التعمية عليهم، إذ لو قال يا رسول الله قال هذا معروف، هذا الرجل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شابه ذلك من الأمور. ثم قال له أخبرني عن الإسلام، أي ما هو الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكر له أركان الإسلام، ذكر الأركان الخمسة أركان الإسلام وما يسمونه بالأشياء العملية، الأشياء العملية، والإيمان هي الأعمال الباطنية، فأعمال البدن وأعمال القلب. هذه أعمال البدن ظاهرة، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، هذه أعمال ظاهرة، وكذلك النطق بالشهادتين عمل ظاهر. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأركان، والأركان هي التي لا يقوم الإسلام إلا عليها. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني كل ما الأمور فيها غرابة، ها فيها غرابة، أولا شديد بياض ثياب شديد الشعر وليس من أهل المدينة، ثاني شيء جلسته قرب النبي صلى الله عليه وسلم وضعه كفيه على فخذيه، قوله له يا محمد، يسأل بعد يقول له صدقت، يعني حط نفسك انت، ها اعتبر نفسك وحضرتم هذا المجلس، يعني شو الآدمي هذا يسأل أسئلة ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له صدقت، كأنه سؤال مختبر، كأنه سؤال مختبر يسأله ثم يقول له صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، كيف؟ ثم قال له فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي من عند الله تبارك وتعالى. قال أيضا صدقت. وهذه أركان الإيمان، لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بها، وهذه كلها تصديق، أعمال قلوب، كلها أعمال قلوب. ثم قال له أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهناك إذن ثلاث درجات: إسلام، إيمان، إحسان. الدائرة الواسعة هي دائرة الإسلام، الدائرة الأضيق دائرة الإيمان، الدائرة الأضيق دائرة الإحسان. يعني نقول الحين الكويت كدولة مثلا هذه إيش؟ الإسلام. طيب الصديق، ضحية الصديق، الإيمان. أي أكبر، الإسلام ولا الإيمان؟ الإسلام، الدولة كلها. إذن لكن الإيمان أقل، فصارت دائرة أضيق. ثم الإحسان، مسجد خالد الياقوت، هذه دائرة الإحسان. إذن دائرة الإحسان أضيق دائرة، ثم تتسع دائرة الإيمان، ثم تتسع دائرة الإسلام، وإن شئت تتسع دائرة الإنسانية مثلا، طيب باقي البشر الذين على وجه هذه البسيطة. فالقصد إذن أن الإنسان يكون مسلما فإذا ترقى بالعبادة والتصديق والقرب من الله صار مؤمنا. فإذا درجة الإيمان أرقى من درجة الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما
يدخل الإيمان في قلوبكم. أنتم في دائرة الإسلام لكن دائرة الإيمان لم تدخلوها بعد، لأنها تحتاج إلى عبادة أكثر، تصديق أكثر، جهاد أكثر وهكذا. فإذا اجتهد الإنسان على نفسه أكثر دخل دائرة الإحسان فصار محسنا عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال أن تعبد الله كأنك تراه، أي تستشعر أنك تعبد الله وأنك تراه، مثل في الصلاة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فإنما يناجي ربه فلينظر أحدكم من يناجي. وعندما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة تبارك وتعالى في صحيح مسلم إذا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. في أحد منكم سمع الله وهو ينادي؟ لكن الإنسان يستشعر هذا، يستشعر هذا أو هذه المناجاة بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولذلك من السنة الإنسان لما يقرأ يقف على رأس كل آية كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، كان يقف على رؤوس الآية، فعندما تقرأ تقول الحمد لله رب العالمين ثم تعطي لحظات إن الله الآن، هذا هو الخشوع في الصلاة، فتستشعر إن الله الآن يقول حمدني عبدي، فتشعر بالسعادة، تنسى الناس تنسى الدنيا، الآن قاعد تناجي أنت الآن تناجي الله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم تسمع أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين تسمع مجدني عبدي، أنت لا تسمع بأذنك اسمع بقلبك، استشعر أن هذا الأمر الآن كائن بينك وبين الله تبارك وتعالى. هذه درجة الإحسان، وليس كل أحد يصلها، وإن من جاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله سبحانه وتعالى كريم مفضال سبحانه وتعالى يعطي جل وعلا، لكن أهم شيء نحن نقصد هذا الأمر، نحن نريد هذا الأمر، إذا قصدناه فإن الله ييسره سبحانه وتعالى. قال فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تصل إلى هذه الدرجة من الإحسان فلا أقل من أن تستشعر أنه يراك. فإذا أقدم الإنسان على المعصية أهل مباشرة يتذكر الله يراني الآن. طيب والذين يقدمون على المعاصي هؤلاء ما يعتقدون لكن ينسون لأن الشهوة والمعصية وهذا الآن ما يفكر لا في هذه المعصية. وإذا الإنسان إذا فعل المعصية مجرد أن تنتهي المعصية يندم، شو سويت كان الله يراني كان كذا كان كذا. فإذا الإحسان درجتان، الإحسان درجتان إحداهما أعلى من الأخرى، إحداهما أعلى، بعضهم يسميها درجة الطلب درجة الهرب، لكن القصد أنهما درجتان إحداهما أعلى من الأعلى أن تعبد الله كأنك تراه. إن لم تصل إلى هذه الدرجة فلا أقل من أن تعتقد أنه يراه. وكل مسلم طبعا يعتقد أن الله يراه، لكن يستحضر، احنا لا نتكلم عن ان يعتقد، هو لم اذا اعتقد ان الله لا يراه كفر، ولكن الاستحضار المقصود الاستحضار ان يستحضر ان الله جل وعلا يراه. نعم. قال فاخبرني عن الساعه، اي متى تكون؟ قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل؟ لا اعلم وانت لا تعلم. يعني مع أنه لما سأله عن الإسلام قال إيش؟ صدقت. ولما سأله الإيمان قال صدقت. ولما سأله الإحسان ما ذكر، لكن الأصل أنه يقول له أيضا صدق. إذا لما يسأله عن الساعة إذن هو يعرف الجواب، قال له لا أنا ولا أنت ما نعرف. فدل على أن النبي يعرف هذا الرجل، النبي يعرف هذا الرجل، فقال
أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها اللي هو أنا بيعلم من السائل الذي هو أنت. فأنت لك أن تتصور الصحابة اللي قاعدين اللي حاضرين شلون كانوا، يعني هدوء تام طبعا، ها هدوء تام وصخة. طيب هذا الحوار الذي يدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل. قال فأخبرني عن أمارتها، علامتها، علامة الساعة. فقال نعم، أن تلد الأمة ربتها. وقال أهل العلم في هذا معنيان، أن تلد الأمة ربتها. المعنى الأول هو أن يكثر العقوق، وأن تعامل البنت أمها كأنها خادمة، تأمرها وتنهاها وتزجرها وتسوء إليها كما يعامل أو كما تعامل السيدة خادمتها. أن تلد الأمة ربتها، أن تكون الأم بمنزلة الأمة والبنت بمنزلة السيدة التي تأمرها وتنهاها وكذا. قالوا كناية عن كثرة العقوق. وقال آخرون لا بالعكس، هذه كناية عن كثرة الفتوحات، كناية عن كثرة الفتوحات الجهاد، وأنه ينتشر الإسلام ويأتي السبي، ومن هذا السبي ما يسمى بملك اليمين، ما يسمى ملك اليمين، كما قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذا ملك اليمين. ومتى تأتي ملك اليمين؟ بالجهاد. إذا كان الجهاد المسلمين وسبوا من الكفار، الرجال يكونون عبيدا والأطفال يكونون عبيدا والحريم يكون إماء. فهذه الأمة إذا أتاها سيدها، جامعها سيدها وأنجبت له، أبناؤه منها أحرار، كما هو الحال في إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه. أمه أمة وهي ماريا، وذلك لا تعد مع أمهات المؤمنين، ماريا القبطية لا تعد من أمهات المؤمنين، وهي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أمة مملوكة أهداها له المقوقس من مصر. فالشاهد من هذا أنه إذا كانت عند الرجل الأمة ثم أتاها ثم حملت وأنجبت له، أولاده أحرار وهي تظل أمة، مع أن أولادها أحرار لكن هي أمة مملوكة. نعم يتغير اسمها من أمة إلى أم ولد، يتغير اسمها من أمة إلى أم ولد، عندها ولد حر، عندها ولد حر سواء كان ذكر أو أنثى، الولد تطلق على الذكر والأنثى. فهنا لو مات هذا السيد، لو مات فإن أمواله تورث، والعبيد والإماء يعتبرون من الأموال. من ورثته؟ أولاده وأمه وأبوه وكذا. من ورثته؟ أبناؤه ذكورا كانوا وإناثا. ورثوا ماذا؟ ورثوا أمهم التي هي أمة عند أبيهم، بمجرد ملكهم لها تصير حرة. القاعدة التي عند أهل العلم، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، من ملك ذا رحم محرم عتق. هذه قاعدة عند أهل العلم، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، يعني محرم يعني لا يجوز الزواج بينهما لو كان حرين، البنت وأمها، الابن وأمه، رحم محرم تعتق على طول مباشرة. فقالوا إذن المقصود أن تملك الأمة، أن تلد الأمة ربتها، أنه بموت الأب اللي هو السيد بالنسبة للأمة ملكتها. من صارت ربتها؟ ابنتها صارت ربتها، ثم عتقت بعد ذلك. فهذا قالوا كثرة، دليل على كثرة الفتوحات والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم علامتين، مع أن علامات الساعة كثيرة جدا، بعضهم بلغ بها المئة أو أكثر، سواء كانت علامات صغرى أو علامات كبرى. وهذا ثاني علامتان من علامات الصغرى، هاتان العلامتان من علامات الصغرى. أما العلامات الكبرى فذكرت في حديث واحد، لكن هذه العلامات الصغرى. هذه العلامات العلامات الكبرى مختلف فيها، يعني خاصة في العاشرة منها، لكن المهم
أن هذه من علامات الصغرى، والنبي أراد يعني ضرب المثال، ما أراد ذكر جميع العلامات وإنما أراد ذكر بعضها صلوات ربي وسلامه عليه. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، وهم أهل البادية، لأن عادة أهل البادية لا يهتمون بقضية لبس النعال وهذا، يمشون حفاة. وقال عراة لأنهم عادة يعني ملابسهم رثة عادية جدا، لا يهتمون بالملابس كما يهتم بها أهل الحاضرة. وإذا قال وأنظم منثورا لرعية الغنم، يعني لو رعية غنم واحد يعطيها عقد لؤلؤ زين استوي فيه يضايقها، تأخذه ترميه، ما لها قيمة عندها، إنها لا تعرف قيمة هذه الأشياء وترى أنه ثقل عليها يؤذيها، فيقول لماذا أعطيها عقد لؤلؤ، هي أصلا ما راح تلبسه ولا تستفيد منه ولا شيء. فكذلك هنا هم حفاة الأقدام، عراة من الملابس، لا يلبسون إلا القليل من الملابس، يتخففون من الملابس. عالة، عالة فقراء، عادة أهل البادية عادة يكون فقراء، وليس غادة الغنى والبطر وهذا عند أهل المدينة. وأما أهل البادية يعني الذي عنده مثل حلال مثلا إبل أو غنم قد يكون عنده، لكن الغالب عليهم المعروف عنهم أن يكونون فقراء، هذا هو الأصل فيهم. العالة رعاء الشاء، الذي يرعون الشاء أو يرعون البعير بغض النظر، لكن في أهل البادية ترعى الشاء وفي أهل البادية ترعى الإبل. قال يتطاولون في البنيان، أي يدخلون إلى الحاضرة، يدخلون المدينة، فيدخلون المدينة ثم يبدأون يبنون كما يبني أهل الحاضرة. ويتطاولون في البنيان، أي يبني بعضهم أعلى من بناء بعض. فيقول هذه من علامات الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بالضروري إذا قلنا هذه علامة من علامات الساعة تكون سيئة، هذا ليس بالضرورة، من علامات الساعة بعثة النبي، بعثت أنا والساعة كهاتين، فهل بعثة النبي شيء سيء؟ أفضل الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالعلامة ليس بالضرورة أن تكون أمرا سيئا، ولكن المهم أن هذه علامة، حتى إذا قلنا في تلد الأمة ربتها قد تكون سيئة وقد تكون حسب التفسير لهذه العلامة. قال عمر ثم انطلق، أي الرجل، بعد أن سأل كم سؤال، الإسلام، الإيمان، الإحسان، الساعة، علاماتها، كم سؤال؟ 5 أسئلة. إيه احنا نسينا الإحسان؟ عيدوا لحظة لا تخسبونا، 5، الإسلام، الإيمان، الإحسان، والساعة، أمراتها، ها كم؟ نعاقبه ونخلي يوقف مثل المدارس عند الجدار. طيب إذا سأله 5 أسئلة، سأله 5 أسئلة، أجابه عنها كلها؟ كلها؟ ولا أجابه عن 4؟ أجابه عن 4، أجابه عن 4، والذي لم يجب عنه هو متى الساعة. نعم. قال ثم انطلق فلبثت مليا، مليا يعني مدة طويلة، يعني تركنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى مضى وقت، وقت طويل، كم هذا الوقت الله أعلم، لكن وقت طويل، كما قال والد إبراهيم لإبراهيم واهجرني مليا، يعني لا أريد أن أراك مدة طويلة، لا أريد أن أراك مدة طويلة. كذلك هنا فلبثت مليا يعني مدة طويلة. الآن هم يعني ينظر بعضهم لبعض، يتفكرون من هذا الرجل من هذا، والنبي ساكت فساكتون هم، ما تجرأ أحد من الصحابة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، ماذا يريد، كيف عرفته، كيف عرفك، ساكتين ينتظرون أن النبي هو الذي يبدأ صلى الله عليه وسلم. يقول عمر فلبثت مليا ثم قال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، يعني لا أدري من السؤال. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني هذه الأسئلة ما قصد منها التعلم، هذه من صور السؤال، يعني أحيانا الإنسان يسأل وهو يعرف الجواب، وإنما يسأل ليعلم.
وأحيانا الإنسان يسأل يقرر سؤال تقريري، سؤال استنكار، سؤال استفهام، فالأسئلة تتفاوت. هذا السؤال سؤال تقرير، أي أراد أن يقرره بهذه الأمور فأقر له النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثم بعد ذلك انصرف فقال جاءكم يعلمكم، ما جاء يسأل ليتعلم، وإنما جاء ليقرر مسائل، وكان الأمر كذلك. نعم.